السلام عليكم ورحمة الله. سنراجع الآن الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة Inside the Freemasons. هذه الحلقة ستكون مركزة على تراجع شعبية الماسونية كما يقولون، وكيف يحاولون جذب أعضاء جدد وخصوصا الشباب. يقولون في بداية الحلقة أنه منذ الحرب العالمية الثانية فقدوا ثلث الأعضاء، وكل عام يغلق 100 محفل. يقولون أيضا أنه معظم الأعضاء من العجائز 2% فقط من الأعضاء هم تحت سن 30، وهذا طبيعي أن الماسونية لن تجذب الشباب كثيرا، وهنا يبدأ التحدي. But Freemasonry is fighting back. هذا رئيس صندوق الاستثمار، يعني مسؤول كبير مثل الكثير من الماسون كما رأينا سابقا، وسيتحدث عن طرق جذب الشباب. وهو نفسه يقول أنه مع أنه هناك نوادي اجتماعية ونوادي رياضية وفي عصر الإنترنت وهناك أمور كثيرة تجذب الشباب اليوم بدلا من الماسونية، لكن يقول ما زالت الماسونية فيها أمور جاذبة وهي غريزة العلاقات الاجتماعية. Part of Freemasonry's battle plan involves targeting students via their specially created university scheme. يتحدثون هنا عن برامج مخصصة لجذب الطلاب الجامعيين للماسونية. تخيلوا هذا النفوذ في داخل أحد أهم وأعرق الجامعات في العالم، فهناك محفل ماسوني في داخل الجامعة. وبالمناسبة أنا أخبرتكم سابقا أن الماسونية تحاول تأسيس محافل أو منظمات موازية لها وبشكل فرعي لتجذب أكبر عدد من الناس من كل الشرائح والاهتمامات. لذلك تخيلوا هناك منظمة سرية خطيرة جدا في أمريكا اسمها الجمجمة والعظام Skull and Bones، ومن أعضائها الكثير من رؤساء أمريكا بما فيهم جورج بوش الابن، وحتى الذي كان ينافس في نفس الانتخابات الرئاسية جون كيري واللي صار لاحقا وزير الخارجية، كلاهما كانوا أعضاء في نفس هذه الجمعية. هذه الجمعية تأسست في داخل جامعة ييل والتي تعد من أهم وأعرق الجامعات في أمريكا وفي العالم كله. هنا نتعرف على بروفيسور آخر يقضي كل فراغه تقريبا في الترويج للماسونية بين الطلاب. تخيلوا هذا الإخلاص للقضية، وهو يحدثنا كيف يحاول إقناعهم بالماسونية بأنها أفضل وقت لملء فراغهم، ثم يقدم لهم إغراءات بتخفيض رسوم الانتساب للطلاب تحديدا. البروفيسور نفسه يتحدث الآن عن تجربته مع المرض لما انضم للماسونية قبل 20 سنة، ويقول الآن كيف أن الماسونية يدين لها بكل شيء في حياته، يعني لم تعد مجرد نادي اجتماعي بل صار جزءا من هويته. I think with masonry always being there and being there to support me. ننتقل الآن لقصة أخرى. كما قلنا يريدون جذب أكبر عدد من الناس من كافة الاهتمامات، بما أن كرة القدم لها شعبية كبيرة حول العالم وخصوصا في بريطانيا، فسيؤسسون الآن محفل خاص بكرة القدم. تتوقعوا من هو صاحب الفكرة؟ هو عراب نادي ليفربول العالمي المشهور. لاحظوا إذا تغلغل الماسونية في كل مكان في بريطانيا. هنا نرى تصميم الشعار له علاقة أيضا بكرة القدم، وحتى المطرقة للمحفل ستكون على شكل حذاء رياضي. الآن الطريف نرى مراسم ترسيم هذا المحفل، وهي تشبه المراسم التي نراها في أي دين آخر. مثلا الكهنة البوذيين بيعملوا نفس هذه المراسم في افتتاح المعابد وحتى تشكيل الشركات التجارية وغيرها، وأيضا نرى هذه المراسم في الكنائس المسيحية. هذا أيضا دليل آخر على أن الماسونية تقدم نفسها على أنها بديل الأديان. وهذه معلومة مهمة، يقول المعلق أنه من بين كل 500 عضو يترقى واحد فقط للمراتب العليا سنويا، الأغلبية الساحقة تبقى في الدرجات الثلاثة السفلى، وهؤلاء مجرد أشخاص عاديين، مجرد عبيد للذين يمتطون ظهورهم. وهنا عودة مرة أخرى للجامعات، ونرى محفل أيضا في جامعة عريقة اسمها ميدلسكس، وكما ترون يقول بصراحة أن الكثير من أعضائها متنفذين ونافذين ومؤثرين في المجتمع. نعود هنا أيضا لتحضيرات حفل الرتب السنوي، والآن سنرى للمرة الأولى في هذه السلسلة الأستاذ الأعظم للماسونية أو لمحفل إنجلترا الكبير والذي تخضع له مئات المحافل حول العالم، وهو كما قلت سابقا دوك كنت، وهو أيضا من العائلة المالكة البريطانية. وهنا أيضا إحصائية مهمة، 373 شخص فقط سيترقون هذه السنة من كل محافل العالم، والبقية الغالبة اللي هم بالملايين سيبقون في الدرجات الدنيا. لاحظوا إذن في بداية الحلقة عم يقولوا بدنا نحافظ على شعبية الماسونية ونستقطب أكبر قدر من الشباب وطلاب الجامعات، لكن سيبقون هؤلاء كلهم في درجات الدنيا، أما الترقي ممنوع. Despite our unprecedented access, out of respect for the Grand Master, this ceremony will remain behind closed doors. لاحظوا الآن هذه السخافة. يقول المعلق مع أننا دخلنا بشكل غير مسبوق إلى المحافل، ولكن احتراما للأستاذ الأعظم سنكتفي بهذا القدر ونغلق الأبواب ولا نريكم ماذا سيحدث وراء الأبواب. إذن مرة أخرى، لماذا تسمون هذا الفيلم Inside the Freemasons؟ ماذا رأينا؟ بعد تقريبا 4 ساعات في هذا الحفل تفتح الأبواب ولا نرى شيئا مما كان يحدث.
وهكذا تنتهي الحلقة وتنتهي السلسلة، ولا نرى إلا تبجيل وتعظيم لهذه الشخصية ولهذه المنظمة، وبهذه النهاية الدرامية ينتهي هذا الفيلم. وأنا أتوقع أن هناك آلاف الشباب الذين رأوا هذه السلسلة والذين طلبوا الانضمام للماسونية، أو على الأقل تغيرت نظرة الكثير من الناس للماسونية، من السذج تحديدا اللي بيكتفوا بكلام الماسون عن أنفسهم ويصدقونهم في كل شيء. With the way that we are being really understood by people who aren't Masons. أدعوكم طبعاً لمشاهدة الحلقات السابقة ولنشر هذه الحلقات كلها، ولا أستبعد أن ربما تتعرض هذه الحلقات لتبليغات وربما لاحقاً تحذف، لذلك أدعوكم أيضاً للتفاعل معها، وإذا حذفت فسنحاول لاحقاً إعادة نشرها بأي طريقة ممكنة. شكراً لمتابعتكم ولاهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.